الأمير هاري وميغان ماركل في ورطة كبيرة. خرق القانون الأمريكي والعقوبة بانتظارهما. يبدو أن لقب عائلة كارديشيان الذي بدأ موظفو القصر الملكي يطلقونه على الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يتماشى بشكل كبير مع كل ما يفعله الأمير وزوجته. وفي جديد الأمير هاري وميغان ماركل أنهما قد خرقا القانون الأمريكي في نيويورك مؤخراً بعد أن عمدا إلى إخفاء جزء من لوحة أرقام السيارة التي وصل بها إلى حفل تسلم جائزة محاربة العنصرية من منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان في نيويورك. وقد تمكنت عدسة كاميرا صحيفة الديلي ميل البريطانية من التقاط صورة للوحة السيارة على الرغم من محاولة أمن الأمير هاري وميغان ماركل منعهما من ذلك بهدف حمايتهما من كشف لوحة السيارة الخاصة بهما. وينص قانون المركبات والمرور VTL في نيويورك على ما يلي: يجب الحفاظ على لوحة الأرقام نظيفة وفي حالة تسهل قراءتها، ويجب ألا تكون مغطاة بزجاج أو أي مادة بلاستيكية، ويعاقب على انتهاك هذا القسم من القانون بغرامة لا تقل عن $25 ولكن لا تزيد عن $200، ويمكن أن تكون الغرامات أعلى إذا كان الغرض هو تجنب دفع الرسوم التي تستخدم الكاميرات لمسح اللوحة. ميغان. وكان أحد الصحفيين قد وجه في الحفل سؤالاً للممثلة السابقة ميغان ماركل عن تفكيرها بالانتحار أثناء تواجدها في القصر الملكي وعن السبب الذي دفعها للحديث عن الأمر خلال مقابلة أوبرا الشهيرة. فأجابت النجمة أن السبب الذي دفعها للحديث عن أفكارها الانتحارية هو رغبتها بألا يشعر أي شخص بأنه وحيد. وأضافت ميغان بحسب مجلة بيج 6 أنه عندما يكون المرء في مكان سيء لهذه الدرجة من حياته لا يرى مخرجاً له من ذلك المكان. وعن تفاصيل اللحظة التي فكرت فيها بإنهاء حياتها بينما كانت تعيش في القصر الملكي، قالت ميغان ماركل: اتخاذ هكذا قرار لم يكن سهلاً بطبيعة الحال، لكن كان يجب الحديث عن الأمر لتشجيع الآخرين على الحديث أيضاً ومعرفتي أن كل تلك الأمور ستنقضي.